ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا إعلان تشيع الأخ عبد النبي من مصر. السلام عليكم. ما شاء الله. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الحبيب؟ أهلا ومرحبا، حمدا لله. والله أنت منور جمهورية مصر العربية بنورك اللي في الشاشة، بيشيع من الشاشة بنور مصر كلها. جزاك الله خيرا، شكرا لك. احنا بنحبك من زمان يعني، انت وكل الشباب اللي موجودين في القناة. جزاكم الله خيرا، شكرا. واحنا ربنا هدانا الحمد لله للطريق السليم، طريق سيدنا محمد، على طريق الامام علي والأئمة المهديين رضي الله عنهم اجمعين، صلوات الله عليهم. بارك الله بك، ثبتك الله. الله يخليك يا شيخ. واحنا اصلا عسكريين موسويين جعفريين يعني من آل البيت، وكنا مستنيين اللحظة دي من زمان. أنعم وأكرم بالأشراف الأطهار. بارك الله فيك. إحنا بنراجي في هذه اللحظة منذ زمن، آن الأوان لتتحقق نبوة الإمام علي، بأن أنتوا يا أهل الجزيرة والعراق إن شاء الله تشيعوا مصر كلها بإذن الله. إلهي آمين إن شاء الله تعالى. فأنا دلوقتي أنا وإحنا دلوقتي أسرتين يعني، ربنا هدانا الحمد لله من مدة، وكلمت طبعا الأخ الجمال ووصلوني بحضرتك من أجل نعلن دخولنا في الإيمان الحقيقي بإذن الله. تقبل الله منكم وثبتكم على الإيمان والهدى، وألحقكم إن شاء الله بأجدادكم الطاهرين محمد وأهل بيته الطيبين. بإذن الله احنا في انتظار جهدنا الإمام المهدي، سوف نغزو العالم وسوف نفتح العالم بإذن الله لمنهج الإمام علي الذي أتى به رسول الله من عند الله الواحد الأحد من فوق سبع سماوات. أقر الله عيونكم وعيوننا إن شاء الله بظهور خليفة رسول الله. وقد نظرنا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وعمرنا في الإمام المهدي بإذن الله، وللدعوة إلى الله تعالى وللحق إن شاء الله. هو قريب إن شاء الله، قريب قريبا. أنا متأكد، أنا متأكد في شيء، أنا أكثر إنسان في العالم متأكد أنه قريب جدا بإذن الله. إلهي آمين إن شاء الله. نسأل الله أن لا يردنا خائبين وأن يجمعنا مع مهدينا صلوات الله عليه. بإذن الله جميعا بإذن الله شيخ، بإذن الله وراء الإمام، تحت قيادة الإمام المهدي سوف نملأ الأرض بإذن الله عدلا وخيرا على يد ببركة الإمام المهدي وأجداده الطيبين الطاهرين بإذن الله. صلوات الله عليهم. إلهي آمين إن شاء الله. وإحنا بندعو يا شيخ أي واحد متشيع في مصر مضطهد بيجي ويعيش معانا هنا في منطقتنا، واحنا قادرين باذن الله على حمايته من اي كان يتعرض ليه بالاذى. نحن كفاءة باذن الله نحمي شيعه اهل البيت بدمائنا وباموالنا وبانفسنا. ما شاء الله ما شاء الله، احسنت بارك الله بك. ما شاء الله، انعم واكرم. واحنا بنأسس قريه شيعيه خالصه، هنعملها ان شاء الله من اموالنا الخاصه والاموال الموجوده وكل حاجه موجوده. محتاجين منكم شيخ فاضل يجي يدينا دروس بس بالبدايه ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بنبلغ حضرتك نفتتحها باذن الله. ان شاء الله تعالى، بشركم الله بالخير في الدنيا. الله يبارك فيك. احنا وانت يا مولانا، احنا وانت والله العظيم اقسم بالله يا شيخ الحبيب، عندما اسمع حديث الملعون عائشه في باب مناقب فاطمة في البخاري وهي تقول كنا نندم الخياط تم الخياط على وجه نور فاطمة صلوات الله عليها. والله يا شيخ إني أرى هذا النور في وجهك. استغفر الله. فأنت من آل بيت، فأنت من آل بيت، أنت ابن فاطمة بإذن الله صلوات الله عليها. احنا مستعدين يا شيخ لإعلان تشيعنا على منهج الإمام علي. أخ عبد النبي معذرة، قبل إعلان التشيع نود أن نعرف سبب التشيع إن كان ممكن. تفضل أخي. والله يا شيخ سبب التشيع ربنا سبحانه وتعالى لما يريد الهداية الإنسان يعني بيوفق وبيرشد عقله وضميره وقلبه للحقيقة. الحمد لله. إحنا كنا شفنا، أنا كنت شفت رؤية صالحة وأنا صغير بتحكي عن كل مأساة آل البيت شفتها في رؤية واستشهاد رسول الله وارتداد المسلمين
واللي تعرض للإمام علي وأمنا فاطمة رضي الله عنهم والأئمة المهديين رضي الله عنهم، كل المآسي اللي تعرضوا ليها كل ده شفناه في رؤيا بإذن الله. ولما سمعت الشيخ الحبيب لقيت كل الأحاديث اللي مذكورة عن آل البيت اللي بيقولها الشيخ الحبيب كالأصل مطابقة جدا للرؤيا الصالحة اللي شفناها دي، فتأكدت أن هذا المذهب هو الحقيقي بإذن الله. الحمد لله. الحمد لله. نسأل الله لنا ولكم الثبات يا أخ عبد النبي الحق محمد وآله الطاهرين. بإذن الله. وشفت وشفت كمان الإمام علي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. صلوات الله. جاءني في المنام وقال لي أنا جدك أسد الحيدرة. صلوات الله. وأعطاني حجر مكتوب عليه الله محمد علي فاطمة الجف. وقال لي هذا الحجر تصلي عليه، ده المصلي على السجادة زي العالم اللي عايش هنا، اصلي على الحجر ده بنفس طريقه آل البيت. وقال لي باذن الله انا بحميك وعمر ما يصير لك اي اذى لو تتبع مذهب آل البيت. اكرم وانعم بحمى امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. احنا بقى مستنيين الفرصه دي، من جاهزين، احنا جاهزين لاي حاجه. باركتم باركتم وبارك الله بكم. اذا كنت مستعدا فالشيخ معكم، تفضلوا شيخنا. على بركه الله تعالى. معك يا شيخ. احنا الاثنين مستعدين، انا وخالي هنا مستعدين احنا الاثنين. ما شاء الله، انعم واكرم. على بركه الله تعالى. قولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وانه لا شبيه له ولا نظير. وانه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من الملعونين أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة. وحفصة. وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. الله صل على محمد وعلى محمد. الله الله، أفرحت قلوبنا، هنيئا لك. الحمد لله شيخ، أثلجت صدورنا. وأسأل الله تعالى أن تكون كلمتك هذه وكلمة خالك الكريم محتسبة عنده جل وعلا لكم إن شاء الله يوم تلقونه. يا شيخنا الجليل، خذ معك خالي اللي تشيع معي، هذا يريد يكلمك يا شيخ. حياه الله، حياه الله وحياكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه. بارك الله لنا فيك يا شيخنا الجليل. استغفر الله، جزاكم الله خيرا. لقد هديتنا بفضل الله تعالى على طريق الحق. استغفر الله، بل الهداية من الله ورسوله صلى الله عليه وآله. إنما أنا أخوكم الناصح ليس إلا. أنار الله وجهك الكريم كما هديتنا وقلوبنا. استغفر الله، جزاكم الله خير الجزاء. حقيقة أعتز بكم كثيرا. شكرا لك شيخنا الجليل. معك عبد النبي. حياكم الله. أيوة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. عندي سؤال يا شيخ وأريدك تجاوبني عليه باستفاضة كريمة كما تعودنا من حضرتك. حبا وكرامة.
عايزين بشرنا وامتعنا بالحديث عن نجباء مصر او اهل مصر او جنود الامام المهدي من مصر، لان احنا منتظرين الامام المهدي بفارغ الصبر. كلنا جنود جاهزون باسلحتنا واموالنا ودمائنا واهلنا تحت امرته باذن الله. فامتعنا يا شيخنا باحوال الامام مع اهل مصر ان شاء الله، حبا وكرامه ان شاء الله. نحن ننتظر اجابتك يا شيخنا ان شاء الله تعالى. حياك الله يا عبد النبي، حيا الله الجنه. التحيه لكم جميعا يا اهل بيت رسول الله. حياكم والله ارى فيكم نطفة رسول الله، والله كلكم من اهل بيت رسول الله. صلوات الله عليكم جزاكم الله خير الجزاء، احسنت واجدت. ماشي يا شيخ، ماشي يا شيخ، انا بنتظر اجابه حضرتك. شكرا جزيلا لك.